وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى تعديل قائمة اللحوم المعفاة من القيمة المضافة بإضافة لحوم المواشي الحية المستوردة ضمن قائمة السلع الأساسية الأربعة وتسعين المعفاة من القيمة المضافة وبتنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فإن هذه الفئة من اللحوم سوف تضاف إلى قائمة اللحوم والأسماك المعفية سابقا والتي تشتمل على لحوم فصيلة الأبقار الطازجة أو المبردة ولحوم فصيلة الضأن أو الماعز الطازجة أو المبردة والدجاج الطازج أو المبرد وكذلك الأسماك الطازجة أو المبردة